السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أشرح بهذا الفيديو الفرق بين السينكرولايزيشن والنون سينكرولايزيشن، وأبين شو الإشي اللي استفدناه باستخدام السينكرولايزيشن. هسا أول شي هذا الكود اللي قدامنا بدي أنفذ 10 threading، بدي أحسب قيمة X بعد ما أنفذ العشرة threading هدول. لما أعمل run إلهم رح يتنفذوا كلياتهم بنفس الوقت، وقيمة X ما رح تكون دقيقة لأنه هي المفروض تطلع 100,000 في 10، ولازم تطلع مليون. لما أرجع أعمل رن لهذا الكود برضو ترتيب الثريدينج ما رح يكون زي الترتيب الأول، وقيمة X ما رح تكون مشابهة لقيمة X الأولانية، قيمة غير دقيقة وغير صحيحة. هسا أنا بدي أحل هاي المشكلة باستخدام السينكرولايزيشن. بستخدم فكرة الباوندد سيمافور، وبستخدم منها فكرة الأكوير. لما أعمل run لهذا الكود رح يتنفذ كل thread لحد ما يخلص، يتنفذ البعدي، وهذا الإشي بيخلي عدم وجود أخطاء بالكود. قيمة X رح تكون صحيحة 100% اللي هي مليون، وحتى لو نفذت الكود مرة ومرتين وثلاث رح يكون الترتيب زي ما هو ترتيب الثريدينج، وقيمة X برضو زي ما هي. هاي الفائدة اللي استفدناها من فكرة السيمافور سينكرولايزيشن، إنه ما خلى يصير تداخل بين الثريدينج والقيم، وعدم وجود أخطاء إذا كان الرقم كبير. إن شاء الله يكون الفيديو واضح، ويعطيك العافية.